Animals mentioned in the Quran and the verses, part 1. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ فَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فبعث الله غرابا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة سلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع إن هذا أخي له 99 نعجة. If you need a part two, let me know in the comments.